حماد السادس يحمينا. بيتنا في خطر. كبير ديالو راهو فين في رجله راهو يقولوا راكم يقولوا هالو محمد السلام عليكم بس فقط تمام شكرا لك حنايا بنينا في حومه الشوك 92 والناس عندها 50 عام 50 عام ساكنه هنايا عندها الواجبات ديالها عندها الملكيه وعندها ثبوت البناء عندها الشواهد الاداريه عندهم لاكارت ناسيونال عندهم جميع الوثائق اللي كتثبت بانهم ساكنين حومه الشوك هذه 50 عام ما كاينش اللي زعزعهم وهذه الشركه هذه جات على غفله على غفله كان واحد الصراع 2002 ولكن تاجل ليومنا هذا جاوا على غفله نزلوا على الناس 26 ديال الناس 26 جاتهم استدعاء وحنا 14 هكتار و10 هكتار اخرى مهددين اننا نتشردوا ونخرجوا من الحي ويعني ونتشردوا ويخرجوا لنا من الحومه وحنا هذه الحومه هذه كبرنا فيها والاصدقاء ديالنا وخوتنا خلقوا فيها وكبروا فيها ما نخرجوش منا هاد الناس هادي شافت هاد البقعه موقع استراتيجي قالوا بانهم عندهم 14 هكتار هنايا بالاسم ديالهم معروف حنا عارفين الاسم ديالهم معنا الوثيقه اللي كتثبت الاسم ديالهم ما نذكروش الاسماء ولكن نقولوا وحده معروفه خلقها في 1972 والثاني اللي هو معروف خلق في 1961 هادو اللي اسسوا الشركه هادي ما عرفناش الضمانات اللي قدمت لهم الدوله وكيفاش زعموا علينا 60 سنه وانا ساكنه هنايا عرفتيني وحملت ولادي تسعد ولادي هنايا وساكنين معايا كاملين دراوس بيت حد جداد ودابا غادي نخرج انا ما خرجاش بس ما بغى يجي يحفرنا الابان في الدار ديالي ونموت ويتعيشي فيها بس نخرج ما نخرجش ما عندي لا نمشي ما عندي رازل ما عندي عرق خدامين عليا لا بدون بيطالين جالسين ما ثاني واليوم ما درت الدار العرض ديالو ما هذا حق هذا في الاول عندنا كواغط الضريبه نهار مات لي الرازل جاتني 7 الضريبه ونوتو تحت ونقصوني النص وكان خالصه دابا انا كنخلصها نمشي الساعه ها والسرقه ونخلص الضريبه ما عندي لا نمشي ولادي 7 ساكنين معايا 4 رجال جوج نساء ساكنين معايا خصني ولادي في الديور ديالهم نخليهم تيبدل عام ترسين انا كسان ضيقه كنعاشر باسويا انا ما عنديش انا مرضياش نمشي دابا عاسن مالك عاسن وما خارجينش ما خارجينش ما خارجينش حضرنا في الجلسه حضرنا في الجلسة عيطنا الرئيس قالنا جاوبوا على هذا المقال جاوبوا على المقال 8/11 غادي نزلوا هنايا واخا عندنا المحاميين قالوا لنا 8/11 وحنا راه عندنا الاوراق ديالنا والعقود ديالنا كنخلصوا المالية كنخلصوا الضو كنخلصوا الماء شنو خصهم هاد الناس حنا ماشي مستعمرين وهاد السكينة ماشي كانت فيها البرارك لا راه كانت أرض عارية وفيها 2500 سكان ديال الساكنه هادشي حرام هادشي وقال لك الشركه ما الشركه شمن شركه في كانت شمن عام كانت حنا راه حنا شرينا في 85 وبنينا 4 طبقات والدار طايحه ب 200 مليون شكون اللي يعوضنا هادي راه ماشي البرارك هادو راه الساكنه كلهم خاسرين الفلوس وغير الدراوش وعاسر الملك بديعه بن علي ساكنه في حي بن كيران هادي تقريبا 50 عام والدار عندنا تما عايشين فيها وعندنا الويدان ديالنا عندنا كل شيء يعني ما جاتش شي مثلا شي واحد وقالنا هاد الارض مستعمرينها دابا كيجيبوا الناس كيجيبوا ستين عاد يقولوا مستعمرين حنا الارض ديالنا شارينها ما حنايا سارقين ما حنايا والو وحتى شي واحد ما غادي يخرج يعني كل واحد غيبقى في الدار ديالو ما كنطلبو نبقاو في الدار ديالنا حنا ماشي حنايا ماشي سارقين وماشي مشينا شبرنا وعملنا برا في الارض دوله اولا شي حاجه يعني حنايا الارض الدار شاريينها عندنا كواغط ديالنا عندنا كل شيء ما كاين حتى شي واحد غيخرج من هاد الحومه هادي الله اعلم حاليا شي كيقول لك اليهود شي كيقول لك كل واحد شني كيقول يعني باقي حاليا ما تعرفش شكون اللي كيخرجنا وحنايا ما خارجينش من الدار ديالنا من هاد المنبر كنوجه واحد الرساله انا من السكان ديال حي بن كيران وهذا الحي ماشي كان حي من احياء الصافح هذا الحي راه كانت ارض عاريه والناس شراو بالوثائق ديالهم بالملكيات ديالهم بالحجات ديالهم وحنا ملي بنينا هنايا بنينا بالرخص ما بنيناش عشوائيين
انا من اصغر الاخوان ديالي، راه عندي 41 سنه وعندي ثلاثه العوال، وكنسكن في الملك ديال الوالد. كاين الاخوان اخرين مجوجين بيدهم كيسكنوا في ملك الوالد، ودابا جات هاد الشركه وهميه، شركه وهميه كتقول بان كتملك هاد التيتر ديالها. هاد الشركه ما عرفناش منين جات، وحي بن كيران من اقدم الاحياء، احياء ديال حومه الشك هو اقدم حي، راه اي واحد كيعرف حومه الشك، لان الناس هادو ماشي كاملين. ان هاد الشركه تقول لنا محتلين، حنا كنخلصوا الواجبات ديالنا، كنخلصوا الضرائب، كنخلصوا الماليه، وعملنا الرخص مخلصين في الماليه. انا ماشي هادشي، هذا ماشي تعطانا باش بنينا، والملكيات كيدوزوا في الماليه، شي ماشي عشوائي. ولهذا كنطلبوا من جلاله الملك يتدخل في هذه القضيه هذه، لان هذه من اكبر الساكنه هنايا في حي بن كيران. بالنسبه انا هذه الفاجعه اللي وقعت صدفه، يعني كيفاش هذا قال هذه الحومه الشك ديالو؟ حنايا هذه الدار عشنا فيها، تربينا فيها، خلقنا فيها، ترعرعوا ولادنا فيها، قال هذه ارضو الحومه الشك كامله ديالو. ملي كان هذا ارضو الحومه الشك ديالو ديك الساعه، علاش كانوا الناس يمشيو يعطوهم ثبوت البناء؟ وعلاش كانوا يعطوهم شهاده السكنه؟ علاش كانوا يعطوهم الويدان؟ علاش كانوا يعطوهم النظافه يخلصوا الماء والضو ديك الساعه والضريبه؟ هذه الضريبه تقريبا هذه 30 عام باش جات هذه الضريبه لحي بن كيران. يعني حنايا فجعونا بهذا الخبر هذا، يعني حنايا بغاو يردوا الحومات الشك، الحومات الاثرياء، سمعتي؟ هذه الحومات الشك ديالنا وحنا ما خارجينش منها. كيف ما كان الامر هذه، حنا الناس العجزه حنا ما عندنا فين نمشيو، الاطفال ما عندهم فين يمشيو، واخا يعطيونا اللي عطاونا ما نقدروش نخرجوا منها، لان هذه ارضنا وخلقنا فيها وترعرعنا فيها، ما يمكنش حنايا نشبروا وعنخرجوا هيدا وهيدا، مستحيل. حنا كنطلبوا من سيدنا ومن محمد السادس يشوفنا الحال، وعاش الملك. راكم يقولوا يالو سي محمد السلام عليكم.